تاني هيردموا الحفرة تاني من غير جس نبضة تاني يا يا رئيس الحي. الشارع الحفرة دي تالت مرة تنزل، وبعد حوالي 400 متر الحفرة نزلت تلات مرات تاني. مش معقولة شارع من أكبر شوارع اسكندرية يتعمل فيه بالمنظر ده وبالإهمال اللي انت شايفه ده. أدي العربية هي بتحاول إنها تنزل الرملة تاني عشان يردموه تاني. من فضلكم نظرة وعناية للشارع ده يا رئيس الحي. مش كده، ما ينفعش كده، مش مجرد ردم وخلاص. هي العربية قدامكم هيت. الشارع ده مع الحكومة والحي مهملينه بشكل غير طبيعي، برغم ان الشارع ده ممكن يخف مواصلات عن شارع 45 وعن شارع البحر وعن شارع جمال عبد الناصر. شارع مهم جدا وحيوي، طريق اللي رايح ابو قير وطريق اللي رايح الملاحه. تاني العربيه بتقلب، هي رمله وبدون اي جس نبض، جس تربه او اي حاجه، منتهى الاهمال. لحد امتى هنفضل في الفساد ده؟ هي عربيات الانابيب واقفه هي سد الشارع، والزباله واللي وقف دوت موقف عربيات كارو دايما، محدش قادر يعمل معاهم اي حاجه. بس هم ممشينهم دلوقتي عشان اللي بيصور وعشان اللي بيحط وعشان اللي بيعمل اي حاجه. ينفع كده يا ناس؟ ينفع كده؟ ينفع كده؟ ينفع مكان من اكبر شوارع اسكندريه يبقى بالاهمال ده؟ مجرد ردم وخلاص دي للمره الثالثه تقع للمنطقه دي. وبعد 400 متر زي ما قلت لكم عند موقف الاتوبيس عند عرامه، موقف عرامة برضو حفرة كبيرة جدا أكبر من دي وقعت أربع مرات برضو، وتعاملوا معاها بنفس المنطق. العربية اتخضت ومشيت.